أهلا بكم في تدريبات على حل معادلات كثيرات الحدود. طبعا هذا الدرس ينقسم إلى جزئين، جزء التحليل وجزء الثاني توظيف التحليل في حل معادلات كثيرات الحدود. هنبدأ تدريبات على التحليل، حلل كل كثيرة حدود مما يأتي تحليلا تاما، وإذا لم يكن ذلك ممكنا لو ما قدرتش تحللها اكتب كثيرة حدود أولية. طيب لما أجي أحلل كثيرة الحدود اللي بقى في دماغي، أول حاجة خطوات معينة، هل يوجد عامل مشترك في جميع الحدود؟ عشان أخرج هذا العامل المشترك يبقى أنا في المسألة دي سؤالي أهو، دي المسألة الأولى، هل يوجد عامل مشترك في جميع الحدود؟ دي 3ax 2ay ناقص az زائد 3bx، مفيش عامل مشترك في جميع الحدود. يبقى أول خطوة دائما هي إخراج العامل المشترك إن وجد في جميع الحدود. العامل المشترك من جميع الحدود ان وجد، طب خلاص يبقى العامل المشترك، خلصت العامل المشترك، انقل للبحث الثاني او للخطوه الثانيه. انا عندي كام حد؟ حدين ولا ثلاثه ولا اربعه فاكثر؟ حدين، ثلاثه، اربعه فاكثر، ثلاث انواع، يا اما حدين يا اما ثلاث حدود يا اما اربعه فاكثر. واضح ان دي اربع حدود اهي، يبقى لما يكون عندي اربع حدود هختار طريقه التجميع، اجمع كل مجموعه حدود بينها عامل مشترك مع بعض. تقول لي ما انت قلت ما فيش عامل مشترك، اقول لك لا اسمع كلامي تاني، كل مجموعه حدود بينها عامل مشترك، فدول اربعه، اخد الحدين دول كده اهو بينهم عامل مشترك اسمه ايه؟ طب الحدين دول هذين الحدين لا يوجد بينهم عامل مشترك، يعني اقسمهم اتنين اتنين كده، تمام. هنا لو خدت العامل المشترك ايه، هنا عامل مشترك هيبقى لي 3x زائد 2y، هنا مفيش عامل مشترك بينهم، شوف كده لا يوجد عامل مشترك هنا، مين العامل المشترك؟ طيب اجمع تاني الحدود بطريقه تانيه، هننقل هنقول بتساوي نجيب ال 3ax زائد 3bz اهو، 3ax زائد 3 بي اكس بينهم عامل مشترك اللي هو 3 اكس، والحدين اللي في الوسط دول زائد 2 اي واي ناقص اي زد بينهم عامل مشترك اللي هو الاي. نيجي هنا ناخد العامل المشترك اللي هو احنا اتفقنا 3 اكس في الحدين الاولين دول، هنا يبقى هنا خد 3 اكس عامل مشترك، يبقى اي زائد بي، يبقى ايه، خدت 3 اكس عامل مشترك يبقى الايه، خدت هنا 3 اكس عامل مشترك يبقى البي. هنا الايه عامل مشترك، اخد الايه عامل مشترك في الحدين هذول، يبقى من هنا 2 واي ناقص زد. هل القوس اللي نتج هنا زي القوس اللي نتج هنا؟ لا، مختلفين. مهما حاول اجمع حدود كل حدين مع بعض واخد بينهم عامل مشترك، مش هقدر الاقي ان القوس الناتج ده قوس مشترك. في هذه الحاله، في هذه الحاله بكتب جنب كثيره الحدود دي كثيره حدود اوليه، مش قادر احللها، لم استطع ان احللها. طالب يقول لي طب ما انت حللتها، اقول لك لا انا لسه ما وصلتش لتحليلها انها تبقى اقواس مضروبه ببعضها كده، لم استطيع ان اوصل انها تبقى اقواس مضروبه ببعضها، ده انا لسه في عمليه جمع في الوسط هي. يبقى هنا ما قدرتش اعمل لها عمليه تحليل، فشلت في اجراء عمليه التحليل، لان كل ما اجمع حدين مع بعض واخد عامل مشترك الاقي القوس الناتج ليس قوس مشتركا بين المقدار. شوف اللي بعدها، حلل كثيره الحدود مما يأتي تحليلا كاملا، واذا لم يكن ذلك ممكنا فاكتب كثيره حدود اوليه. طيب اول خطوه زي ما احنا اتفقنا اخراج العامل المشترك ان وجد. فين العامل المشترك؟ هل في عامل مشترك هنا؟ في عامل مشترك. ايه هو العامل المشترك؟ واضح ان العامل المشترك 2، لو خدت الاثنين عامل مشترك كده، دي 2 و16 كلاهما يقسم على 2، افتح قوس 16 على 2 يبقى 8، جي اس 3 زائد 2 على 2 1، تبقى الاتش اس 3. لو انا رجعت ضربت اهو 2 في 8 ب 16 جي اس 3، 2 في 1 بيبقى 2 اتش اس 3. يبقى هنا حللت الاول خطوه اخراج العامل المشترك، هكتب كده العامل المشترك، عملت هنا العامل المشترك في جميع الحدود مش في 2،
طيب لما خدت العمل المشترك بقى عند القوس ده، هل القوس ده يتحلل تاني؟ اه القوس ده يتحلل تاني. يتحلل على انه ايه؟ ها كيف احلل هذا القوس؟ هذا القوس يحلل على انه مجموع مكعبين، مجموع مكعبين. شايف 8 جي اس 3 دي مكعب لل 2 جي، والاتش اس 3 دي مكعب للاتش. شوف تاني 8 جي اس 3 جذرها التكعيبي 2 جي، والاتش اس 3 جذرها التكعيبي اتش. طيب مجموع المكعبين كيف يحلل؟ بيتحلل كقوس صغير قوس كبير. القوس الصغيرة الجذر التكعيبي الجي 8 جي اس 3 2 جي اس 3 2 جي بس، او اول تاني 8 جي اس 3 مكعب لل 2 جي، زائد الاتش اس 3 مكعب لمين؟ مكعب للاتش، او الاتش اس 3 جذرها التكعيبي اتش. يبقى شايف احنا بنعمل ايه؟ هذه جذرها التكعيبي اتش، وهذه جذرها التكعيبي 2 جي. 8 جي اس 3 هي مكعب لل 2 جي، الاتش اس 3 هي مكعب للاتش، او نقول 8 جي اس 3 جذرها التكعيبي 2 جي، الاتش اس 3 جذرها التكعيبي اتش. طب القوس الكبير كيف نجيبه بقى؟ القوس الكبير بنجيبه من القوس الصغير. نربع الحد الاول في القوس الصغير هيبقى 2 جي، لما ربعها تبقى 4 جي اس 2. نربع الحد الاخير هيبقى اتش اس 2 بالزائد. بعدين الاوسط، نجيب الاوسط ازاي هنا؟ الاول في الثاني بالاشاره وغير الاشاره، 2 جي في اتش يديك 2 جي اتش، اهي 2 جي اتش. طب الاشاره هنا موجبه، يبقى الاشاره هنا سالبه. يبقى هنا حللت وخلصت التحليل. شايف طلع لي كام قوس؟ تعال نعد الاقواس اللي طلعت. 2 دي تعتبر قوس، والاثنين مضروبه في 2 جي زائد اتش مضروبه في القوس 4 جي تربيع ناقص 2 جي اتش زائد اتش تربيع. طالب يقول لي طب القوس ده يا استاذ يتحلل تاني؟ لا، هذا القوس الناتج من تحليل مجموع المكعبين او فرق المكعبين ما بيتحلل مره تانيه، بنقف عند هذه الخطوه، هذا القوس لا يحل. شوف مساله اخرى. هل قبل نشتغل اهو، هل في عامل مشترك، هل في عامل مشترك بين الحدود اللي معايا؟ اه في عامل مشترك بين الحدود اللي معايا. يبقى اول حاجه اخراج العامل المشترك، اقول بتساوي اخراج العامل المشترك. هنا 12 كيو دبليو اس 3 دي 12 كيو اس 4، يبقى العامل المشترك 12، لان هنا 12 هنا 12 كلاهما يقسم على 12. بالنسبه للحروف هنا كيو هنا كيو اس 4، يبقى العامل المشترك كيو، الرمز باصغر اس اللي هو كيو اس 1. بالنسبه للدبليو ما فيش عامل مشترك من الدبليو، لان هنا دبليو اس 3 هنا ما في. نفتح قوس، لما خدت ال 12 كيو عامل مشترك يبقى من هنا دبليو اس 3 ناقص، لما اخد 12 كيو عامل مشترك يبقى هنا كيو اس 3 اهي 12 تقسيم 12 1 كيو اس 4 على كيو كيو اس 3. طب عايز تتاكد ان انت عملت اخراج عامل مشترك بشكل صحيح، اعمل عمليه الضرب. قول 12 كيو في دبليو اس 3 يديك 12 كيو دبليو اس 3، 12 كيو في كيو اس 3 يديك 12 كيو اس 4. يبقى هنا العامل المشترك. طيب بعد كده طبعا 12 كيو مش هقدر اعمل لها حاجه، كيو اس 3 ناقص كيو اس دبليو اس 3 ناقص كيو اس 3 تتحلل على انها ايه؟ فرق بين مكعبين. يبقى نمشي اهو 12 كيو هذا فرق بين مكعبين، حالة واضحة دبليو اس 3 ناقص كيو اس 3 هذا مكعب للدبليو وهذا مكعب للكيو، يبقى قوس صغير قوس كبير. يبقى هنا تحليل المكعبين. نبدأ نحلل، الدبليو اس 3 مكعب للدبليو، الكيو اس 3 دي مكعب للكيو، الإشارة ناقص أهي اعمل لك توصيل بينهم اهي، دبليو اس 3 مكعب للدبليو، الكيو اس 3 مكعب للكيو. القوس الكبير هتجيبه ازاي؟ من القوس الصغير نربع الاول يبقى دبليو تربيع، نربع الاخير يبقى كيو تربيع واشارته زائد، الاول في الثاني باشاره غير، دبليو في كيو بدبليو كيو والاشاره بتاعتهم موجب. يبقى هنا كده انا خلصت التحليل، طلع لي كام حد؟ تعال نشوف، او كام قوس. 2 12 كيو تعتبر قوس، دبليو ناقص كيو قوس، دبليو تربيع ناقص دبليو كيو زائد كيو تربيع تعتبر قوس.
يعني هنا انا حللت اربع اقواس، ده قوس درجه اولى، ده درجه اولى، ده درجه تانية، ولكنه لا يحلل، لان لو قوس درجه تانية ممكن احلله اولى في اولى، لكن هذا قوس درجه تانية الناشئ من تحليل المكعبين لا يحلل مره اخرى. نكمل نفس الفكره. سؤالنا الاول، هل في عامل مشترك بين الحدود اللي عندي؟ تعال نبحث. A أس 6 x تربيع ناقص B أس 6 x تربيع. طيب من ناحية العامل المشترك، من ناحية الـ A أس 6 مفيش عامل مشترك من الـ A ولا عامل مشترك من الـ B. في عامل مشترك من الـ X اللي هو الـ X تربيع عامل مشترك. نفتح قوس، ماذا يبقى؟ يبقى A أس 6 ناقص B أس 6، يبقى ده إخراج العامل المشترك، إخراج العامل المشترك، خلاص اللي هو AX أس 2. طب الخطوة الثانية هنبدأ نحلل. X أس 2 دي يعني هي متحللة أصلاً، X في X خلاص، مش هنا بقى A أس 6 ناقص A أس 6، A أس 6 ناقص B أس 6 تتحلل على إنها تمشي فرق بين مربعين وتمشي فرق بين مكعبين. تنفع الاثنين، تنفع مربعين وتنفع مكعبين. تنفع مربعين لما تقول الـ A أس 6 مربع للـ A أس 3 والـ B أس 6 مربع للـ B أس 3. تنفع مكعبين على إن الـ A أس 6 مربع للـ A أس 2 والـ B أس 6 مربع للـ B أس 2، مكعب للبي أس 2. تنفع هذه وهذه. طب إذا صلحت المسألة مربعين ومكعبين، تحلل على إنها فرق مربعين الأول، يبقى الإكس أس 6 هحلل على إن فرق مربعين أولا، لأنها تنفع مربعين وتنفع مكعبين. هكتبها لك على جنب أهي، الإي أس 6 ناقص البي أس 6 لو انا عايز اخليها فرق بين مربعين، هذه مربع للـ A أس 3 ودي مربع للـ B أس 3 اهي، لو انا دي كده مربعين. لو انا عايز اتحدث على انها مكعبين، هذه مكعب للـ A أس 2 والـ B أس 6 مكعب للـ B أس 2 اهي، هذه مكعبين اهي، مكعبين. يبقى لو هحلل على انها تكعيب هستخدم A أس 2 بي أس 2، لو أحلل على إنها مربعين A أس 3 بي أس 3، الـ A أس 6 مربع للـ A أس 3، الـ B أس 6 مربع للـ B أس 3. إحنا قلنا لما المسألة تنجح في الاتنين تحلل المربعين الأول، يبقى أحلل المربعين A أس 3 بي أس 3. المربعين لازم تبقى فرق يا شباب، فرق. يبقى هتحلل قوسين 2 قد بعض، مربعين أهو A أس 3 بي أس 3، A أس 3 بي أس 3، واحد سالب واحد موجب. يبقى انا حللت على انها فرق مربعين اولا. بعدين هتلاقي القوس اكس اس 2 ده خلاص ما بتحللش، هو اكس في اكس، اما القوس ده يتحلل مره ثانيه على انه فرق مكعبين، والقوس ده يتحلل مره ثانيه على انه مجموع مكعبين. ده فرق مكعبين، ده مجموع مكعبين، ده يتحلل قوس صغير قوس كبير، ده يتحلل قوس صغير قوس كبير. يبقى نبدا من الاول اهو، الاكس تربيع زي ما هي، هحلل ده هيتحلل قوس صغير قوس كبير، ال A تكعيب مكعب لل A، ال B تكعيب مكعب لل B، الإشارة بينهم ناقص. هنا مربع الأول مربع ال A A تربيع، مربع الثاني B تربيع بالموجب، الأول في الثاني في اتنين، الأول في الثاني بس بإشارة غير، A في B بـ A B، الإشارة غير تبقى زائد. هنا هيتحلل أيضا قوس صغير قوس كبير، الـ A تكعيب مكعب للـ A، الـ B تكعيب مكعب للـ B، الإشارة زائد. الكبير بقى A تربيع B تربيع، الأوسط بقى A الأول في الثاني بإشارة غير، A في B بـ A B، الإشارة هنا موجبة تبقى هنا سالبة. يبقى هنا هذا القوس تحليله هنا، والقوس الثاني هذا تحليله هنا. لو جيت شفت انا حللت ازاي اهي من الاول تاني اهي، هجد دي اكس في اكس خلاص، هذه
اكس في اكس، هذه ايه ناقص بي درجة أولى، ده درجة تانية ما بس ما بتحللش لأنه ناشئ من تحليل المكعبين، ده درجة أولى خلاص، ده درجة تانية ما بتحللش تاني. طب واحد يقول لي لا اكس تربيع دي ما درجة تانية، ما هي أصلا محللة اكس في اكس، يعني هي اكس تربيع دي متحللة اكس في اكس، لا تقوليش حللها، هي اكس في اكس. يعني هنا أنا كأن عندي 1 2 3 4 5 6، كأن حللت 6 أقواس، 6 أقواس تمام. طب اقدر احلل تاني؟ لا ما اقدرش احلل تاني، انتهى التحليل عند هذا الحد. نشوف مثال اخر. اقرا السؤال كويس. اكس اس 3 واي اس تربيع ناقص 8 اكس اس 3 واي زائد 16 اكس اس 3 زائد واي اس 5 ناقص 8 واي اس 4 زائد 16 واي اس 3. طبعا دي سداسية حد 1 2 3 4 5 6 6 حدود جميعا ما فيش بينهم عامل مشترك. يعني لو انا قعدت افكر جميعا هل في بينهم عامل مشترك؟ ما فيش عامل مشترك بين جميع الحدود. لاحظ كده هنا اكس اس 3 لو انت طلعت الحد ده ما فيهوش اكس خالص، هنا واي اس 2 هتلاقي في حد ما فيهوش واي خالص، هذا الحد لا يحتوي على اي واي. ما فيش عامل مشترك بين الارقام، يبقى هعمل عمليه التجميع. طب هعمل عمليه تجميع ازاي؟ هاخد الثلاث حدود الاولى بحيث يكون بينهم عامل مشترك، اهو الثلاث حدود دول هنا يكون بينهم عامل مشترك، او بينهم عامل مشترك الاكس تكعيب، والثلاث حدود اللي هنا يكون بينهم عامل مشترك، لو انا ركزت كده بينهم عامل مشترك واي تكعيب. يبقى الثلاث حدود الاولى بينهم عامل مشترك اللي هو الاكس تكعيب، بقسمهم 3 3، اخد هنا الاكس تكعيب عامل مشترك اهي، وافتح قوس، ماذا يبقى؟ يبقى واي تربيع. لما خدت الاكس تكعيب عامل مشترك يبقى لي ناقص 8 واي، لما خدت الاكس تكعيب عامل مشترك يبقى لي زائد 16. هنا في في الثلاث حدود الاخيره دي العامل المشترك، شوف هنا واي اس 5 واي اس 4 واي اس 3، اصغر اس للواي هو واي اس 3، يبقى زائد واي اس 3 عامل مشترك، وافتح قوس. الواي اس 5 لما اخد منها واي اس 3 يبقى واي اس 2، عشان واي اس 3 في واي اس 2 يبقى واي اس 5. 8 واي اس 4 لما اقسمها على واي اس 3 يبقى ناقص 8 واي بس. 16 واي اس 3 لما اقسمها على واي اس 3 يبقى لي 16 بس. الاحظ اين حاله نموذجيه ان القوس الناشئ من عمليه التجميع المناسب هنا زي القوس هنا. المرة دي بقى أكمل وآخد القوس نفسه عامل مشترك. يبقى هناخد واي أس 2 ناقص 8 واي زائد 16 كأنه حرف واحد عامل مشترك، يبقى من هنا إكس تكعيب زائد واي تكعيب. وأقفل القوس. طالب يقول لي يا أستاذ أنا كده أنا خلصت التحليل، أنا حللت كده بالتجميع المناسب وانتهى التحليل بالنسبة لي. هنقول له لأ، ما خلصتش التحليل. ليه؟ القوس الاول هنا ده، هذا القوس ده مقدار ثلاثي يتحلل على انه مقدار ثلاثي يتحلل، والقوس الثاني، القوس الثاني هنا هذا يتحلل، يتحلل على انه مجموع مكعبين. يبقى ارجع احلل كل قوس ثاني، وبقول لك حلل تحليل تام. يبقى ارجع احلل قوس الدرجه الثانيه ده يتحلل، قوس الدرجه الثانيه ده يتحلل قوسين اهو قد بعض، الواي هي واي في الواي تربيع هي واي في واي، بعدين احلل الموجب 16، عايز عددين ضربهم موجب 16 مجموعهم سالب 8، عددين ضربهم موجب 16، يعني بكتب عددين ضربهم موجب 16، ممكن لو انا بقول كده 1 في 16 مره سالب مره موجب، يعني موجب موجب او سالب سالب، صح كده؟ ممكن 2 في 8 سالب سالب، او ممكن موجب موجب، كل ده بيديني موجب 16، ممكن 4 موجب في 4 موجب، وممكن سالب 4 في سالب 4، كل ده بيديني موجب 16. دي تحليلات ال 16 جميعها. طب انا عايز تحليل اضربها موجب 16 بس مجموعهم سالب 8 اهي، سالب 4 في سالب 4، يبقى اكتب هنا سالب 4 في سالب 4. يبقى ليه اخترت دي؟ ما اخترتش اي واحده من دول، انا عايز مجموعهم ضربهم يطلع موجب 16، تمام. كل ده كل واحده من دول ضربهم يطلع موجب 16، بس ايهم مجموعهم يدي الاوسط سالب 8 اللي هي سالب 4 في سالب 4. طب دي مجموع مكعبين تتحلل قوس صغير ها قوس كبير.
الاكس تكعيب مكعب للاكس زائد الواي تكعيب مكعب للواي، ادي القوس الصغير. القوس الكبير اجيبه من الصغير، اربع الاول يبقى اكس تربيع، اربع الاخير يبقى واي تربيع. الاول في الثاني باشاره غير اكس في واي باكس واي، الاشاره سالبه. يبقى هنا حللت وصلت للتحليل النهائي. تعال نراجع الاقواس تاني، كل مره راجع الاقواس. هذا قوس درجه اولى، قوس درجه اولى، قوس درجه اولى، مش هيتحلل تاني، قوس درجه اولى، قوس درجه تانيه بس ناشئ من المكعبين، مش هيتحلل تاني. ويبقى انا كده عملت تحليل تام، تحليل تام، مفيش درجه تحليل اعلى من كده هقدر اسويها. يبقى انت وانت بتحلل بتحلل تحليل تام. طبعا السؤال ده راجعنا فيه على حاجات كتير، راجعنا على التحليل بالتجميع المناسب، راجعنا على تحليل المقدار الثلاثي، راجعنا على تحليل المجموع المكعبين، يعني هنا راجعنا على اشياء كثيره في هذا السؤال. شوف سؤال اخر نفس الفكره، هل الاول قبل ما اتحرك هل في عامل مشترك؟ هل في عامل مشترك بين الحدود اللي معايا دي؟ هنا 8 هنا 125 ما فيش عامل مشترك خلاص. هنا سي اس 3 هنا دي اس 3 مفيش عامل مشترك. طيب الخطوه الثانيه افكر عندي كام حد؟ عندي حدين. طالما عندي حدين يبقى يا اما مربعين يا اما مكعبين، يا اما فرق مربعين يا اما مجموع او فرق مكعبين. طيب الحاله اللي قدامي دي هل هي فرق مربعين؟ لا مش فرق مربعين، لان 8 سي اس 3 مش مربع لشيء. هل هي فرق مكعبين؟ ايوه هي فرق مكعبين. 8 سي اس 3 الثمانية مكعب للاثنين والسي اس 3 اهي مكعب للسي، يبقى 2 سي هنا. طيب هنا ال 125 مكعب للخمسة والدي اس 3 مكعب للدي. شوف فرق مكعبين، ابدا احللها قوس صغير اهي قوس كبير. القوس الصغير 8 سي اس 3 مكعب للاثنين سي ناقص 125 دي اس 3 مكعب للخمسة دي. القوس الكبير ربع الاول نربع الاثنين سي يديك 4 سي تربيع، ربع الثاني يبقى 25 دي تربيع، الاشاره هنا موجبه. الاوسط بقى 2 سي في 5 دي يديني 10 دي. طب والاشاره؟ الاشاره غير اللي هنا يبقى موجبه. يبقى هنا حللت. طيب القوس ده قوس درجه ايه؟ القوس ده قوس درجه اولى. القوس ده قوس درجه ثانيه بس ما بيتحللش لانه ناشئ من تحليل المكعبين، فما بيتحللش مره ثانيه، ما اقدرش احلله مره ثانيه. وبكده يا شباب نكون انتهينا من الجزء الاول من تدريبات على حل معادلات كثيرات الحدود. في الجزء الاول غالبيه المسائل اللي احنا حلناها افكار على التحليل، ان شاء الله في الجزء الثاني نبدا ناخد افكار على حل معادلات كثيرات الحدود. والى اللقاء في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.